ولنقاش تفاصيل الأزمة السياسية في العراق في ظل الصراع بين الأحزاب والتصريحات الطائفية، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بك. دكتور، حذر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم مما سماه محاولات تمرير تحالفات غير متوازنة بحق المكون الأكبر في ترشيح رئيس للوزراء. إلى أي مدى تساهم مثل هذه التصريحات في إذكاء الطائفية؟ شكرا جزيلا لاستضافتي في قناتكم الموقرة. الحقيقة أني تفاجأت ولم أتفاجأ بتصريحات من قبل الحكيم، لأن الحكيم دائما يخرج إلى المجتمع، إلى الجماهير، وكأنما هو لم يكن جزء من هذه الشلة التي أفسدت وأوصلت العراق إلى المأساة التي يعيشها الآن. الآن عندما خسروا كل شيء بغبائهم وبعدم إمكانيتهم السياسية والاقتصادية والتنموية لهذا البلد العظيم، عندما خسروا جماهيرهم وهي جماهيرهم الشيعية لم تنتخبهم ورفضتهم بل مسختهم، بدأوا يتشبثون بالنعرات الطائفية. فكيف نحن راح نبني دولة ذات سيادة، ذات بعد مؤثر في الإقليم العربي، في الإقليم الدولي؟ كيف إذا هذه الوجوه التي حكمت العراق وجاء بها المحتل من 2003 إلى حد الآن يخرج علينا عمار الحكيم بتصريح، أنقل تصريحه كما هو، يقول أي اصطفافات للتجارب السابقة التي لم تنتج إلا مزيدا من التعقيدات والإرباك. صح النوم، وأين كنت؟ أنت كنت جزء من هذا المشهد الذي جاء به المحتل الأمريكي من عام 2003 إلى حد الآن، ماذا فعلتم؟ الآن لما بينت عيوبكم وتجاربكم الفاسدة ونهبكم لثروات البلد، الآن لما وجدتوا أنفسكم خارج اللعبة السياسية بدأتم تتشبثون بالطائفية وبالعنصرية. هكذا تبنى الدول؟ دكتور، كيف يفسر، المعذرة على المقاطعة، كيف يفسر مثل هذا الاعتراف بأن السياسات التي تم تبنيها كانت مربكة وفاشلة وأدت إلى أزمات اقتصادية؟ أختي الكريمة، هذا يبين بالشيء جازما أنه العملية السياسية من بدايتها إلى نهايتها هي فاشلة، ولهذا لم يحققوا أي منجز للمجتمع العراقي، للشعب العراقي، فبدأوا أنه يلوذون بهذه التصريحات المربكة التي لا يجوز لأي سياسي، إذا كانوا سياسيين، هم لم يكونوا سياسيين، أنه يتشبث بهذه العنصرية وبهذه الطائفية، وأنه إذا كان رئيس وزراء ينتخب من قبل الطوائف السياسية العراقية فليش لا؟ أما أنه ألا يكون مثلا شيعي؟ ليش؟ لماذا؟ هل يوجد نص دستوري أو قانوني يقول أنه رئيس الوزراء يكون شيعي؟ أو رئيس المجلس البرلمان يكون سني؟ أو رئيس الجمهورية يكون كردي؟ ماكو نص. إذا لمن هو يكون ممثل للشعب والشعب ينتخبه وله الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب؟ لكن مع الأسف الشديد هؤلاء السلة الفاسدة التي أفسدت العراق من نور المالكي إلى العامري إلى الخزعلي، والآن خرج علينا عمار الحكيم يقول أنقل النص: هذا القصور السياسي إنما يدل على وجود مشكلة بنيوية في طبيعة النظام. يا سلام، في طبيعة النظام السياسي
وتفاعلاتي، فليس من الصحيح أن تتحول العملية الانتخابية إلى مشكلة بحد ذاتها. دكتور، وجه آخر أو جانب آخر من هذه الصراعات السياسية بين أطراف العملية السياسية في العراق هو الجانب الكردي، ممثلا بالحزبين الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، اللذين ما يزالا في صراع متواصل حول منصب رئيس الجمهورية. كيف يمكن قراءة هذا الصراع على هذا المنصب، خاصة أن هناك قياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني قالوا أن الحزب يتجه نحو مرحلة ما وصفوه بكسر العظمة؟ أختي الكريمة، إذا أكو تقرير بالميدل إيست ريبورت كامل حول بعض ما يفشو بعض السياسيين الأكراد، ولكن لا يذكرون أسماءهم، أن هنالك صراع خفي وصراع قوي على مسألة كركوك. هذه هي الجائزة الكبرى بين الحزبين الديمقراطي والوطني. الوطني طبعا جماعة إيران، إيران هي اللي تمشيهم وهي اللي تقودهم، ولهذا انه اصبحوا بيناتهم مشكله رئاسه الجمهوريه. رئاسه الجمهوريه لمن هي؟ يعني الدستور كما قلت او اشرت قبل انه لا يوجد نص دستوري يقول انه الاكراد هم رئاسه الجمهوريه. والان هي مساله كركوك. اختي الكريمه، الان الثمن والصراع على مساله كركوك، لأن هنالك الذهب الأسود، هنالك قيام الدولة الكردية. لمن يستولي على كركوك ونفط كركوك فهنالك تقوم الدولة الكردية. ولهذا التصارع فيما بينهم، أما مسألة أنه رئاسة الجمهورية فما أعتقد لا الديمقراطي ولا الوطني عاريلها ذات الأهمية. نعم. لأن منصب تشريفي ليس أكثر. هذا الانسداد السياسي دكتور حول منصب رئيس الجمهورية الشرفي، والانسداد أيضا على مستوى البرلمان وكذلك في تشكيل حكومة جديدة، إلى أي مدى سيؤدي بشكل أو بآخر أو يؤشر إلى أنه سيكون هناك اتجاه نحو تبني نظام سياسي جديد بعيدا عن النظام الحالي وهذه الخروقات الدستورية التي تم انتهاكها خاصة منذ الانتخابات الأخيرة؟ أختي الكريمة، إذا قدر إعادة الانتخابات مرة ثانية سيكون هنالك تغيير جذري. خلي ثلاث نقاط، ثلاث خطوط، كلمة جذري في العراق. هذه الوجوه التي سادت العملية السياسية من 2003 إلى حد الآن لن نرى من هؤلاء الوجوه في الساحة العراقية، وكلهم كالكلاب سيذهبون خارج العراق ملعونين مدحورين، تلاحقهم القضاء ويلاحقهم أبناء الشعب العراقي على ما نهبوا وما أفسدوا وما أخذوا لجار السوء إيران. أنا كل هذه المشاكل إيران هي التي تصنع وهي التي تدفع وإلا أسأل سؤال: متى كان قيس الخزعلي قائد ومؤثر وله هو كان صباب؟ حسب كل الروايات كان يصب قهوة مقتدى الصدر. كيف برز وأصبح مؤثر في الساحة السياسية والساحة العسكرية؟ شون؟ كيف؟ أما هذا العامري الذي قاتل الجيش العراقي مع حربنا مع إيران، الآن هو يتصدر الساحة. والمالكي، فثقي أنه إذا قدر وعيدة الانتخابات هذه الوجوه
إذا كان المالك 30 أو 30 مقعد لن يحصل يمكن 10 أو 15 مقعد ليس أكثر. أما البقية الباقية لن يحصلوا على مقعد واحد. شكرا جزيلا لكم دكتور نعمة الراوي الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية، حدثنا عبر خدمة سكايب من لندن.